يضطر كل شخص ولو مرة واحدة في حياته إلى استخدام أنواع مختلفة من مسكنات الألم والتخدير العام أو الموضعي، ولكنه لا يعرف ما هو الفرق بين هذين المفهومين. لنتعرف معا على التخدير العام والتخدير الموضعي. التخدير العام بيبقى مريض فاقد الوعي تماما وياخد مسكن الألم ما بيحسش بأي حاجة طول العملية، وبعد العملية بتخلص بيفوق في حوالي ربع ساعة نص ساعة. التخدير الموضعي بنخش بالموجات فوق الصوتية، بنحدد المكان بالظبط اللي محتاج يتبنك، بنخش على العصب أو الشبكة العصبية المطلوب اللي هي نعملها، ونحقن السائل والمادة المخدرة حوالين هذا السائل، وده غالبا بتاخد نفس وقت العملية. يعني أول ما المريض بيخلص العملية التأثير التخدير الموضعي بيروح تماما بعدها بخلال نص ساعة أو ساعة بكتير. لا يقتصر مجال التخدير اليوم على منع الأوجاع أو التحكم بحدتها خلال العملية الجراحية فقط، فطبيب التخدير يقوم بتجهيز المريض للعملية وينصح بالفحوصات الضرورية ويبني برنامجاً تحضيرياً متكاملاً يشمل إعطاء أدوية معينة أو وقفها قبل العملية، سعياً إلى تحضير المريض للعملية بالطريقة الصحيحة. بالنسبة للأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل مع التخدير، مع التخدير العام غالبا المريض بعد التخدير بيحس ببعض الالام في الحلق نتيجه تركيبه الانبوبه الحنجريه، ودي بتروح في خلال ساعات بسيطه اول ما يبتدي ياخد اول سوائل دافئه بتروح منه على طول. اما التخدير الموضعي احيانا المريض بيحس بتنميل في بعض المكان اللي بتخدر فيه موضعي، وده برضو بيروح في خلال 4 لـ6 ساعات بعد العمليه. يكمن مستقبل مهنة التخدير في تعزيز سبل حماية المريض وتأمين سلامته من أي إصابات أو عوائق.